بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 96 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ويسرنا أن نقدم لكم هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام من جدة. يقول فضيلة الشيخ صالح: ما هو الضابط الشرعي في الرقية الشرعية حيث تداخلت الأمور وأصبحت الرقية الشرعية ماديا أكثر من أنها لله في الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الرقية الشرعية نوع من العلاج، وهي أحسن العلاج، وتكون الرقية بالقرآن الكريم، أن يعني يقرأ على المصاب على المريض القرآن الكريم وينفث عليه على موضع الألم، هات سورة الفاتحة إنها رقية، وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويدعو الله جل وعلا له بالأدعية الواردة الرقية، ويكون هذا من فعل الأسباب. وأما الشافي فهو الله سبحانه وتعالى، ولكن الرقية سبب من الأسباب وعلاج من أنواع العلاج. ولا بد أن يكون الراقي سليم العقيدة لئلا يدخل فيها شيئا من الشرك، ولا بد أن يكون عالما بالرقية لئلا يدخل فيها شيئا لا يصلح وهو يجهل ذلك. فعليه أن يكون عنده علم بالرقية وأحكامها وحدودها، وأن يكون سليم العقيدة، ليس عنده شرك أو خرافات، وأيضا يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى، الراقي والمرقي، يكون كل منهما واثقا بالله، وأن الرقية سبب نافع من الأسباب. نعم. وكان يسأل عن الأمور المالية، بارك الله فيكم. الأمور المالية لا ينبغي أن تتخذ الرقية حرفة في جمع المال، ولكن الراقي إذا أعطي شيئا من المال فإنه يأخذه. نعم. أيضا يقول: ما رأي فضيلتكم في الذين يذهبون إلى أناس لعمل عزائم تحتوي على آيات قرآنية ثم توضع وتعلق على المريض؟ إذا كانت المعلقات من القرآن ومن الأدعية الشرعية فقد اختلف فيها العلماء على قولهم، منهم من أجازها نظرا لأنها نوع من الرقية، ومنهم من منعها لأنها من التمائم المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم هي التي تعلق على الأولاد قطع العين، وفي الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له يتجنبها، ولأنها وسيلة إلى ما لا يجوز. هذا قول. والقول الثاني أنها مباحة، لكن بشروط: أن تكون من القرآن أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، وأن تكون باللفظ العربي، أن يكون فيها ألفاظ أعجمية، وأن يعتقد أن الشفاء من الله جل وعلا وإنما هي سبب، وأن لا يدخل بها الأمكنة القذرة كالحمام ومحل قضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. أما إذا كانت المعلقات من الألفاظ المجهولة وأسماء الشياطين والطلاسم، هذه قد أجمع العلماء على تحريمها. نعم. والمنع منها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل للتوبة صلاة معينة، وما حكمها وما صحة الدليل الذي ورد في ذلك؟ نعم، ورد في هذا الحديث أنه إذا تاب يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أبو هشام من الخرج يقول: بعض العمال لا يأذن لهم كفلاءهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم كحراس في المزرعة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ نعم، إذا كانوا حراسا ويخشى على المزرعة إذا ذهبوا لصلاة الجمعة عليها من السراق أو أن تعبث بها البهائم وغير ذلك، فإنهم صلون في المزرعة ظهرا، لأنهم مستحفظون على هذه المزرعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للإمام أو المؤذن أن يترك مسجده
ليذهب لمدينة أخرى ويبقى فيها نحو أسبوع تقريبا ويبتعد عن المسجد، فما حكم عمله هذا؟ إن كان هذا من باب التساهل والإهمال فلا يجوز له ذلك، لأن المسجد أمانة قد تحملها، يجب عليه المداومة في المسجد وصلاة الجماعة. ما إذا كان محتاجا إلى الذهاب وهذا أمر عارض وهو محتاج إليه فلا بأس بذلك، بشرط أن يقيم من يخلفه ممن يصلح للإمام. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أو هذه تسأل تقول بالنسبة للإمرأة حملت 3 أشهر وسقط هذا الحمل وخرج الدم، هل تصلي أم لا؟ نعم، 3 أشهر إذا سقط الحمل في 3 أشهر إنه يكون، أي إن الدم يكون نفاس، يترك الصلاة من أجله مدة 40 يوم إذا كان ينزل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا يسأل يقول هل المسافر له الأفضل في حقه أن يؤدي السنن الرواتب أم يترك هذا أم يتركها باستثناء سنة الفجر؟ المسافر الذي يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين لا يأتي بالرواتب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لا أتممت، وإلا راتبة الفجر فإنه لا يتركها لا حضرا ولا سفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو معاذ يقول: إن الله عز وجل أقسم في مواطن كثيرة، أقسم بالضحى وأقسم في سورة القيامة، قال: لا أقسم بيوم القيامة، فما هو الفرق بين القسمين؟ لا فرق بينهما، كلاهما قسم من الله جل وعلا على ما أقسم به من الأمور، والقسم للتأكيد، القسم لتأكيد الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من جدة يسأل يقول: بالنسبة لسنة الفجر إذا فاتت، هل الأولى أن تقضى بعد الإشراق أو قبل الإشراق؟ كلاهما جائز، إن خشي أن ينساها أو ينشغل عنها يقضيها بعد الفجر مباشرة، وإن كان لا ينساها فالأفضل أن يؤخرها إلى ارتفاع الشمس. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز وصل سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟ يجوز، لكن خلاف الأفضل، الأفضل أن لا يصل، أن يسلم من كل ركعتين. إذا طهرت المرأة هل يجب عليها الاغتسال مباشرة أم تنتظر وقت الصلاة مع العلم أنها امرأة متزوجة؟ إذا طهرت تبادر بالاغتسال، هذا أفضل، يكون لتقرأ القرآن ولتكون على طهارة، ربما يريدها زوجها أيضا، فالأفضل أن تبادر. ما إذا حان وقت الصلاة فإنه يجب عليها الاغتسال. حفظكم الله. يقول: ما حكم سنة الوضوء وهل يجوز للإنسان أن يصليها وقت النهي مثل العصر؟ نعم، سنة الوضوء ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء هل تصلى في كل وقت أو تصلى في غير أوقات النهي على قولين، والراجح أنها تصلى في كل وقت لأنها ذات سبب، فإذا حصل السبب إنها تفعل في أي وقت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: من العادات في قول بعض الناس إذا أراد أن يخطب لشخص من شخص آخر يقول لولي المرأة: إن فلانا يطلب نسب الله ونسبك. لا يجوز هذا له، إن فلانا يريد موليتك أو يخطب إليك موليتك. أيضا نسأل يقول: بالنسبة للطفل إذا توفي ساعة ولادته هل يعق عنه؟ نعم، يعق عنه، يسمى، يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا بلغ 14 فأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الحديث الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه المسلم 3 أيام دخل النار، ما صحة هذا الحديث؟ ليس بهذا اللفظ، الحديث إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 التقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال آخر بعثه الأخ محمد من القصيم، يقول: المسح على الخفين بالسفر هل ورد زيادة عن 3 أيام؟ لا، آخر شيء 3 أيام، المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، هذا الثابت في الأحاديث. نعم. يسأل أيضا يقول: 3 أشخاص يسافرون يوميا نحو 70 كيلومتر، هل يجوز لهم القصر أم لا؟ لا يجوز لهم القصر، لأن هذه المسافة أقل من مسافة القصر، مسافة القصر 80 كيلو فأكثر. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى عبد الله من حائل، يقول: رجل مات وترك مالا ولم يحل عليه الحول، جلس فترة أو لم يوزع على الورثة، فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟ الزكاة على الورثة، كل يزكي نصيبه، فإذا اتفقوا على أن تخرج زكاة الجميع ووكلوا واحدا يخرجها لا بأس بذلك. هذا شخص يقول: بارك الله فيكم، أنا عندي عقيقة فذبحت هذه العقيقة فأكرمت ناسا من العمال بينهم مسلم وبينهم غير ذلك، فهل يجوز لي هذا العمل؟ لا بأس بذلك، ولو أكل منها غير مسلم لا بأس بذلك، إذا كان الأغلب
البلدية مسلمون. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشترط للسنة الراتبة التي قبل الظهر وقبل الفجر دخول وقت الصلاة؟ نعم بلا شك، الراتبة إنما تكون بعد دخول وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الفجر، الراتبة القبلية تكون إذا دخل الوقت. نعم. هذا يسأل ما الفرق بين الدين والقرض والسلم؟ كلاهما دين، كلاهما باسم الدين. نعم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى فاكتبوا. قالوا إن المراد دين السلم، سماه دينا. نعم. هذا يسأل يقول: بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء، بعض الناس يجعلون الشمس على يسارهم ويصلون، فهل هذه الوسيلة صحيحة أم أن هذا اجتهاد منهم؟ الجهات تختلف، وعليهم أن ينظروا في العلامات الدالة على القبلة ويصلوا، أن يصلوا على ما يحتدون إليهم بواسطة العلامات الدالة على القبلة من الشمس وغيرها، ولو انحرف عن الشمس يسيرا فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن الوصية، حيث يقول أن والده أوصى لابنه بأرض ولكنها مشافهة بينهم ولم يثبت هذا الولد، فما صحة هذه الوصية؟ لا بد من الشهود ويذهب بهم إلى القاضي، القاضي ينظر في الأمر. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: في الحج ضاعت نفقتي ولم أستطيع أن أقدم الفدية، فهل تسقط عني؟ لا تسقط عنك، ولكن البديل يلزمك البديل وهو الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت من الحج. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: إذا لبست المرأة، إذا توضأت ثم لبست الشراب بعد أن مسحت عليه، هل واحتاجت إلى شراب آخر تلبسه، كيف يكون البناء على المسح؟ إذا كانت لبست الشراب الثاني قبل أن تمسح على الأول إنها تمسح على الأعلى، أما إذا كانت مسحت على الشراب ثم لبست عليه شرابا آخر فإن المسح يكون على الأسفل لأنها بدأت المسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يتورع أن يصلي والمدفأة أمامه، فهل هذا صحيح؟ أحسن، احتياطه طيب، يتجنب أن تكون المدفأة أمامه لأنها نوع من النار. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، ما صحة الحديث الذي يقول اقرأوا سورة ياسين على موتاكم؟ حديث غير صحيح فيه ما قال، ولكن إذا ثبت فالمراد بالموتى المحتضرون وقت الاحتضار، أما الذي خرجت روحه فلا تقرأ عليه ياسين ولا غيرها من القرآن. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل أيضا عن قول الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. نعم، الآية واضحة فيها البرهان على البعث، ردا على من أنكروه واستبعدوه. الله جل وعلا قال: ما خلقكم، يعني ابتداء، ولا بعثكم بعد الموت إلا كنفس واحدة، فإذا قدر على النفس الواحدة فهو قادر على غيرها من باب أولى. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما الذي يشترط في سجود التلاوة للإمام في الصلاة غير الجهرية، وما الذي يشترط للمفرد في الصلاة الجهرية؟ سجود التلاوة. نعم. سنة، سجود التلاوة سنة في الصلاة وخارجها، إذا مر بآية سجدة استحب له أن يسجد ويقول مثل سجوده في الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكررها ويدعو الله بما تيسر. نعم. وهل لها سلام؟ لا، لم يثبت أن لها سلام. هذا السائل يقول: أنا من أهل الدوادمي وعملي في حائل، يتطلب مني أن أذهب مع أذان العصر وأرجع العصر الثاني، فهل يجوز لي قصر الصلاة أو جمعها؟ نعم، يجوز لك إلى من ذهابك إلى رجوعك، إلا إذا حضرت مع ناس يصلون الظهر، يصلون الصلاة جماعة، تصلي معهم وتتم معهم إذا أتموا. أيضا سؤاله الآخر يقول: شخص سلم قبل الإمام ثم انتبه فأكمل مع الإمام وسلم مع الإمام، فهل صلاته صحيح أم لا؟ نعم، صلاته صحيح، لأنه سلامه سهو ثم رجع وقي مع الإمام حتى سلم. أحسن الله إليكم. هذا بدر من تبوك يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا خوف ولا مطر، فهل هذا يدل على صلاة الجماعة، على عظم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة عظيم وواجب. نعم. لكن الجمع هذا مشكل، أنه جمع من غير سفر ولا مرض، جمع من غير سفر ولا مرض، حمله بعض العلماء على أن المراد أنه جمع للمطر، فاستدلوا به على جواز الجمع للمطر بين المغرب والعشاء، وبعضهم قال هذا حديث مشكل، ويرجع إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز الجمع إلا للمسافر أو للمريض. نعم.
أو الليلة المطيرة فيما بين العشاءين، وما عدا هذا فالأصل أن كل صلاة في وقتها. أيضا يسأل حفظكم الله، يقول للمرأة أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والكعين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما دون ذلك، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ الذراعين لا، إنما تكشف الكفين، وأما الذراع فلا تكشفه عند محرمها. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول بالنسبة لأكل لحم الجزور، أو أكل لحم الجزور ولم يتوضأ بعد أكله وصلى ناسيا وهو يعرف أن لحم الجزور ناقض للوضوء، ما حكم هذه الصلاة؟ لا بد من إعادتها، يعني صلاها بدون وضوء وهو يعرف هذا. بارك الله فيكم. يسأل أيضا يقول ما الحكمة من عدم البسملة في سورة التوبة؟ الله أعلم، لكن بعض العلماء يقول أنها مكملة لسورة الأنفال لأن موضوعهما واحد وهو الجهاد والقتال، وبعض العلماء يقول أنها لم تنزل بينهما، لم تنزل بين الأنفال والتوبة فلا تكتب، أما بقية في السور فكانت تنزل بين كل سورتين. أحسن الله إليكم. هذا يطلب رأيكم في أشخاص تخاصموا على أشياء من الدنيا فلا يسلم أحد على أحد أو يأكل معهم، واستمر هذا لعدة شهور أو سنوات. لا يجوز، هذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، الهجر من أجل الدنيا أو من أجل سوء التفاهم لا يجوز بين المسلمين لا سيما الأقارب، يجب عليهم أن يتسامحوا وأن يتراجعوا وأن يسلم بعضهم على بعض. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا أحد الأخوة يقول دخلت جماعة المسجد يريد صلاة العشاء والإمام يصلي المغرب، ما الذي تفعله هذه الجماعة لكي تكون صلاتهم صحيحة؟ الأحسن لهم أن يصلوا وحدهم، إذا سلم الإمام يصلون العشاء وحدهم، ولا يصلون جماعة سواء آن واحد جماعتان في آن واحد، لكن إذا سلم الإمام يصلون العشاء. هل يضر اختلاف نيتهم مع الإمام؟ لا يضر، إن دخلوا مع الإمام بنية العشاء إذا سلم قاموا وأتوا بالرابعة سلموا لأنفسهم فلا بأس. فضيلة الشيخ صالح، هذا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إمام أتى إلى المسجد متأخرا في صلاة الفجر والجماعة ينتظرون، هل من الأفضل أن يأمر بإقامة الصلاة أو أن يصلي الركعتين الراتبة؟ يصلي الركعتين الراتبة ويخففهما ويصلي بالجماعة. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول رجل تزوج من امرأة وفي ساعة في غضب بينه وبين أمه، والأم دائما في شجار مع زوجته، قال علي الطلاق ألا تبيتي في البيت هذه الليلة، قال ذلك لزوجته فهل تحتسب طلقة؟ عليه أن يذهب إلى المحكمة الشرعية أو يأتي إلى الإفتاء حضوريا، ولا يكفي السؤال من خلال الإذاعة أو الهاتف. يقول السائل محمد من مكة المكرمة، ما حكم الاستدلال وبالأحاديث الضعيفة؟ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة على فضائل الأعمال لا بأس به، إنما لا يجوز أن يبنى عليها أحكام من حلال أو حرام، إنما إذا استدل بها على فضائل الأعمال على الحث على الترغيب والترهيب أو الوعيد فلا بأس بذلك عند أهل العلم، بشرط لا يكون ضعفها قويا، ليكون ضعفها كبيرا أو كثيرا. السائل هذا بارك الله فيكم يقول قرأت في كتاب البيوع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل شرطان في بيع، كيف يتم ذلك وما تفسير هذا الحديث؟ فسروه بأنه بيعة في البيعة، يقول أبيع عليك داري بيتي على شرط أن تبيع علي بيتك أو سيارتك، إذا كان بيع مشروط في بيع هذا الشرطان في البيع. يقول أيضا أنني قرأت في كتاب النكاح أن الأفضل في الزواج ألا تكون المرأة من أقاربه، هل ثبت من السنة ما يؤيد ذلك أو خلاف ذلك؟ ثبت خلاف ذلك، الرسول زوج عليا رضي الله عنه ابنته، زوج علي بن أبي طالب ابنته، وهما ابن عم، وكثيرا من الزيجات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين الأقارب. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل هذا السائل من القصيم أبو صالح من عنيزة، يقول ما ضابط العذر بالجهل في الأحكام الشرعية؟ العذر بالجهل فيه تفصيل، كان لا يمكن زوال هذا الجهل، لا يجد عنده من يعلمه ويبين له الحكم الشرعي هذا معذور، أما إذا كان عنده من يتعلم منه يسمع أيضا يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ولكنه لا يبالي هذا ليس معذورا بالجهل.
أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذه الرسالة وبهذا السؤال، يقول: أوصت امرأة بأن تدفن ببقعة معينة، وما تمت الوسيطة، هل يأثم ابنها في ذلك؟ وهل يجوز نبش القبر ونقلها إلى المكان التي أوصت به؟ لا يلزم هذا، لو كان أنه قبل الدفن ذهب بها إلى المكان الذي نصت عليه لا بس، أما بعدما دفنت استقرت في مكانها ولا تنبش وتنقل. نعم. وحكم تنفيذ الوصية مباح إذا كان ما يترتب عليه ضرر، إذا كان ما يترتب عليه ضرر، أو البقعة التي أمرت بدفنها فيها محذور شركي أو اعتقادي فلا بس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وبعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل ناصر أدريسي وكذلك عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.